بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية سنة ثالثة ابتدائي. نستأنف مع الصفحة رقم 112، لا باج 112، لا باج 112. طبعا رأينا فيما سبق لا باج 110 ثم لا باج 111 ثم هذه الصفحة لا باج 112. Au début de la page, on a lire et s'exercer. عندنا lire. سالو فيرب لير هذا فعل قراءة، ولكن كما قلنا كما لو يعني هنا القراءة. اسيكزارسي كما لو نقول هنا تمرن. سالو فيرب سيكزارسي هذا فعل تمرن، هنا عندنا كما لو نقول وتمرين. وتمرين لير اسيكزارسي كما لو نقول قراءة وتمرين. إذن في فقرتنا هنا سنرى لا لاتر كي، لا لاتر كي كما نرى الكتابات. عندنا كي ماجيسكول ثم Q minuscule، Q majuscule ثم Q minuscule، تماما كما في كلمة باكي يعني حزمة أو رزمة أو طرد أو علبة. إذا نتكلم عن باكي، أن باكي، أن باكي. إذا كلمة باكي تتضمن لا لاتر Q. Nous prenons le premier paragraphe vrai ou faux، صحيح أو خطأ. Vrai ou faux، صحيح أو خطأ. Le premier paragraphe comprend quatre phrases, comme nous le voyons, et nous allons dire pour chaque phrase, est-ce qu'elle est vraie ou fausse? Le premier paragraphe, comme nous le voyons, comprend quatre phrases. Et dans Al-Faqra l'oula, comme on a raté, t'adamman, arba al-jumel. Et nous allons dire pour chaque phrase, ou ça n'a qu'on dit qu'on les jumela, est-ce qu'elle est vraie ou fausse? Elle est sahiha ou khatea? Prenons la première phrase, n'a qu'on les jumela l'oula, l'arbre et la goutte d'eau rencontrent Bachir. L'arbre et la goutte d'eau rencontrent Bachir. Est-ce que le texte qu'on a déjà vu comprend cette phrase? هل النص الذي رأينا فيما سابق يتضمن هذه الجملة؟ إذا l'arbre et la goutte d'eau، إذا نتكلم عن الشجرة وقطرة الماء، rencontre Bachir، أنها تلتقي بشير، المقصود أن التقت بشير. Est-ce que la phrase vraie ou fausse? Est-ce que la phrase est vraie ou fausse? هل الجملة صحيحة أو خاطئة؟ Nous reprenons le texte qu'on a déjà vu sur la page 111 à la safha 111. Comme nous l'avons déjà vu, sur la route, l'arbre et la goutte d'eau rencontrent Brahim. À la tariq, الشجرة وقطرة الماء تلتقيان Brahim. إذن على النص عندنا Brahim، لكن الجملة الجديدة تتضمن بشير. إذن الجملة خاطئة. طبعا على النص عندنا Brahim، لكن في الجملة الجديدة جملة A عندنا بشير. Alors, la phrase A est fausse. La phrase A est fausse. إذن الجملة A خاطئة. Nous prenons la deuxième phrase. On a Brahim dit au cèdre, j'ai besoin de ton ombre. Brahim dit au cèdre, j'ai besoin de ton ombre. إذن Brahim يقول لشجرة الأرز, j'ai besoin de ton ombre. أنا عندي حاجة لدلك. J'ai besoin de ton ombre. أنا عندي حاجة لدلك. La phrase B, vraie ou fausse? La phrase B est-elle vraie ou fausse? La phrase B est-elle vraie ou fausse? هل الجملة B صحيحة أم خاطئة؟ Est-ce que c'est vrai ou fausse que Ibrahim dit au cèdre, j'ai besoin de ton ombre? هل صحيح أو خطأ بأن إبراهيم قال لشجرة الأرز أنا عندي حاجة لظلك؟ إذن كما رأينا على النص إبراهيم قال للشجرة ne pars pas. Tu es mon abri. لا تنطلقي، لا تذهبي، أنت ملجأي. J'ai besoin de ton ombre. أنا عندي حاجة لظلك. J'ai besoin de ton ombre. أنا عندي حاجة لظلك. إذن الجملة B صحيحة. La phrase B est vraie. La phrase B est vraie. Nous prenons la phrase C. Nous prenons la phrase C. Brahim a 14 ans. إذن Brahim عنده، عندنا le verbe avoir هنا. J'ai 14 ans. أنا عندي 14 سنة. Tu as، أنت عندك 14 ans. 14 سنة. Il a 14 ans. هو عنده 14 سنة. Nous avons 14 ans. نحن عندنا 14 سنة. Vous avez 14 ans. أنتم عندكم 14 سنة. Ils ont 14 ans. هم عندهم 14 سنة. إبراهيم a 14 ans. إبراهيم عنده 14 سنة. هاد أ تعني عنده، مادام أنها تسبق اسما
14 إذن 14 سنة إذن هي تفيد الملكية. إذا قلنا براهيم أدو لارجون يعني إبراهيم عنده من المال عنده من المال كما لو نقول بأن إبراهيم يملك من المال. إذن هاد أ اللي هي الصرف ديال أفوار جا بعد منها اسم فهي تفيد الملكية. براهيم أكتوزون كما لو نقول بأن إبراهيم يملك 14 سنة. ألوغ لا فراس سي إيطيل فغي أو فوس. إذن هل الجملة سي صحيحة أو خاطئة؟ ألوغ لا فراس سي إيطيل فغي أو فوس. ألوغ لا فراس سي إيطيل فغي أو فوس. هل الجملة سي صحيحة أو خاطئة؟ إذا نغبخنو لو تكست نوفو سور لا روت على الطريق لاربا إلى غوتودو رونكونت إبراهيم. الشجرة وقطرة الماء تلتقيان إبراهيم. من يكون إبراهيم؟ أن غارسون دو 14 أن غارسون دو 14. إذا هو طفل دو 14 سنة. إذا الجملة سي صحيحة. لا فراس سي إفغي. إذا الجملة سي صحيحة. ألوغ لا فراس سي إفغي. Et enfin, on a la phrase D. La goutte d'eau ramasse la branche de l'arbre. Et dans قطرة الماء تجمع أو تلتقط la branche de l'arbre. يعني غصن الشجرة. كأن غصن الشجرة يسقط إلى الأرض وهي تلتقط أو تجمع أو تأخذ في يدها. La goutte d'eau ramasse la branche de l'arbre. La goutte d'eau ramasse la branche de l'arbre. La phrase D. Est-elle vraie ou fausse? La phrase D. Est-elle vraie ou fausse? الجملة D. هل هي صحيحة أو خاطئة? Pour savoir est-ce que la phrase D est vraie ou fausse, nous reprenons à nouveau le texte. À la fin du texte, fini هي النص. On a déjà vu. نحن رأينا فيما سبق. La goutte d'eau ramasse le paquet de l'arbre et le suit. إذن قطرة الماء تجمع le paquet de l'arbre. رزمة أو حزمة أو علبة الشجرة إلو سوي ثم تتبعه المقصود وتتبعها. On a déjà vu que la goutte d'eau ramasse le paquet et pas la branche. Comme nous le voyons, on a la goutte d'eau ramasse le paquet de l'arbre et pas la branche de l'arbre. إذن كما نرى عندنا la goutte d'eau ramasse le paquet de l'arbre أن تجمع حزمة الشجرة et pas la branche de l'arbre. وليس غصن الشجرة. Et pas la branche de l'arbre. قطرة الماء تجمع حزمة الشجرة ولا تجمع غصن الشجرة. La phrase D est fausse. La phrase D est fausse. الجملة D خاطئة. Nous prenons le deuxième paragraphe. نأخذ الفقرة الثانية. Je vois et j'entends. Je vois et j'entends. أنا أرى. Je vois. C'est le verbe voir. C'est le verbe voir. لأي مجموعة ينتمي هذا الفعل؟ طبعا ينتمي للمجموعة الثالثة لأنه أولا لا ينتهي بـ OR ثم لا ينتهي بـ ER. طبعا لو فيغ فوار ينتهي بـ OER ينتهي بـ VOIR. إذن فهو ينتمي للمجموعة الثالثة. Et j'entends c'est le verbe entendre. C'est le verbe entendre. C'est le verbe entendre. هذا فعل سامعة. Le verbe entendre ينتمي أيضا للمجموعة الثالثة. عندنا هنا je vois et j'entends. أنا أرى وأسمع. je vois رمزوا لها بالعين. je vois رمزوا لها بالعين ثم وضعوا بجانبها كي. المقصود هنا je vois كي. أنا أنظر أو أنا أرى كي. أنا أرى حرف كي. je vois كي. أنا أرى حرف كي. ثم عندنا الأذن وبجانبها حرف كي. المقصود بها هنا j'entends que. المقصود بها هنا j'entends que et j'entends que. وأنا أسمع الصوت que. prenons la première image. فلنأخذ الصورة الأولى. prenons la première image. فلنأخذ الصورة الأولى. qu'est-ce que c'est? qu'est-ce que c'est? c'est un paquet. هي رزمة أو حزمة أو طرد. c'est un paquet. où est la lettre Q? voilà la lettre Q en rouge. الحرف Q بالأحمر كما نرى. إذن نقول un paquet. un paquet. إذن فلننظر الحرف ثم نسمع الصوت الخاص به. ثم نسمع الصوت الخاص به. un paquet. للإشارة هنا لا lettre Q أنه يأتي في حالات كثيرة مع U.
كما نرى هنا في الأسماء التي عندنا هنا يأتي في الغالب مرفوقا مع إي، إلا في بعض الحالات ككلمة سينك، إلا في بعض الحالات أنه يكتب بدون هاد إي كما هو في مثال كلمة سينك يعني خمسة. إذن في كلمة باكي عندنا كي مع إي أتي تنطق كي كي أن باكي أن باكي. ثم في الصورة الثانية كيسكو سي كيسكو سي، pour la deuxième image qu'est-ce que c'est que représente la deuxième image. La deuxième image comme nous le voyons représente un masque. الصورة الثانية كما نرى تمثل un masque، تمثل قناعا. هذا القناع نضعه على الوجه لكي نبدو هكذا. Pour le mot masque regardons la lettre écrite en rouge, c'est la lettre Q. إذن هذا حرف Q. La lettre Q avec UE se prononce Q. Après, on a le nombre. بعدها عندنا رقم. Après, on a 4. Regardons bien la lettre écrite en rouge. Regardons bien la lettre écrite en rouge. إذن فلنلاحظ جيدا الحرف المكتوب بالأحمر. C'est la lettre Q. إذن هذا حرف Q. Q, U, A se prononce K. Q, A, U, A, A تنطق K. كما في حالة 4. كما في مثال كلمة 4. Et que représente la cinquième image? Et que représente la cinquième image? وماذا تمثل الصورة الخامسة? Et que représente la cinquième image? La cinquième image représente une casquette. إذن الصورة الخامسة تمثل كاسكيت أو قبعة. Regardons bien la lettre écrite en rouge. Regardons bien la lettre écrite en rouge. Regardons bien la lettre écrite en rouge. إذن فلنرى جيدا الحرف المكتوب بالأحمر. C'est la lettre Q. إذن هذا حرف Q. Q U E D T E تنطق كيت كما في مثال une casquette. إذن نتكلم عن قبعة أو كاسكيت. Concernant le troisième paragraphe, فيما يخص الفقرة الثالثة, je trouve l'image qui correspond à la phrase. Je trouve l'image qui correspond à la phrase. أنا أجد الصورة التي تناسب الجملة. Je trouve, c'est le verbe trouver. إذن أنا أجد l'image, الصورة qui correspond. هذا le verbe correspondre à la phrase, الجملة. إذن je trouve l'image qui correspond à la phrase. أنا أجد الصورة التي تناسب الجملة. عندنا ثلاثة صور وعندنا جملة، سنبحث عن الصورة المناسبة للجملة. La phrase c'est la goutte d'eau ramasse le paquet de cèdre. La goutte d'eau ramasse le paquet de cèdre. قطرة الماء تجمع حزمة شجرة الأرز. On a trois images. Nous allons trouver celle qui correspond à la phrase. Celle qui correspond à la phrase. إذن سنجد التي تناسب الجملة. Nous allons trouver l'image qui correspond à la phrase. إذن سنجد الصورة التي تناسب الجملة. C'est l'image 3. C'est l'image 3. لأن في l'image 3 فيها صورة للصيدة. بالإضافة إلى قطرة الماء نرى أيضا عليها شجرة الأرز. نرى أيضا عليها شجرة الأرز بالإضافة إلى قطرة الماء. بينما في الصور الأخرى لا نرى فيها إلا قطرة الماء ولا نرى شجرة الأرز. Pour l'instant, nous passons au quatrième paragraphe. الآن نمر إلى الفقرة الرابعة. Je mets les mots en ordre pour faire une phrase et jolie. Je mets les mots en ordre pour faire une phrase et jolie. Je mets les mots. أنا أضع الكلمات en ordre. En ordre. في ترتيب. Pour faire une phrase. كما لو نقول من أجل فعل جملة أو من أجل إقامة جملة أو كما عندنا هنا من أجل إنشاء جملة. Je mets. هذا لو verbe mettre كما رأينا يعني وضع. Je mets. Je mets. أنا أضع les mots. الكلمات en ordre. في ترتيب. Pour faire une phrase. من أجل إنشاء جملة. Et jolie. وأنا أقرأ. Je mets les mots en ordre pour faire une phrase et jolie. أنا أضع الكلمات في ترتيب pour faire une phrase من أجل إنشاء جملة et jolie. وأنا أقرأ. On a le verbe lire. عندنا فعل قراءة. إذن كما نرى عندنا مجموعة كلمات غير مرتبة. Comme nous le voyons, on a des mots en désordre. عندنا كلمات غير مرتبة. En désordre. أنها غير مرتبة. On va les mettre en ordre. سنضعها en ordre يعني في ترتيب. On a paquet, goutte, la, do, porte, un. Paquet, goutte, la, do, porte, un. إذن ماذا سنضع؟
سندا لا غوت دو قطرة الماء بورت سلافاغ بورتي هذا فعل حملة بورت يعني أن تحمل أمباكي أمباكي تحمل حزمة تحمل حزمة إذن لا غوت دو بورت أمباكي قطرة الماء تحمل حزمة إذن نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.